شهر الخير، كل سنة وحضراتكم بألف خير، ونعايد كده علينا يعني باليوم والخير والبركات. وخلونا دلوقتي نروح مرة تانية لزميلتنا هالة عشان نعرف منها أخبار الطقس بالتفصيل، هيبقى عامل إزاي النهاردة. أهلا بك يا هالة مرة تانية. شكرا يا فسنت، شكرا يا عبد الصمد. أنت كنت بتسأل على الجو، هنعرف دلوقتي بالتفصيل مع دكتورة منار، يعني العزيزة اللي بتنورنا دايما الخبيرة. اهلا بكم مره تانية. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربيه ودافئ على جنوب سيناء، مائل للحراره على جنوب الصعيد، وبالليل الجو هيكون بارد على اغلب الانحاء. في النهارده امطار خفيفه على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري، وكمان فرص امطار خفيفه قد تكون متوسطه على السواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء. النهارده كمان في شبوره الصبح، شبوره مائيه على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نتعرف على تفاصيل الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتوره منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني احنا شفنا في الكام يوم اللي فاتوا تقلبات جويه، وبدا النهارده الجو يبقى مشمس شويه، فهل احنا كده رجعنا لفتره الاستقرار ولا لا؟ بالفعل اليوم هنشهد تحسن واستقرار في الاحوال الجويه بعد موجه عدم الاستقرار في الاحوال الجويه اللي شهدناها امس واول امس، وكان طبعا شهدنا الامطار اللي كانت متفاوته الشده ورعديه في اغلب محافظات الجمهوريه حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، وادت كمان لتشكل بعض السيول في سيناء. لكن بدايه من اليوم هيبدا ياثر علينا مرتفع جوي على سطح الارض، المرتفع ده الجوي ده هيعمل على الاستقرار في الاحوال الجويه، نبدا نلاحظ زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، وتلاشي فرص سقوط الامطار من على اغلب المحافظات الداخليه. طبعا المحافظات الشماليه هيبقى عليها فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من السواحل الشماليه الغربيه ومناطق من شمال الوجه البحري، امطار خفيفه متوسطه على سواحلنا الشماليه الشرقيه وبعض المناطق من شمال سيناء، لكن مجمل الامطار اليوم اقل بكثير من اللي شهدناه خلال الايام الماضيه، غير مؤثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه، ونسب الحدوث كمان ضعيفه، فالاجواء مستقره بشكل كبير من حيث الامطار النهارده. كمان درجات الحراره هتعتدل وتكون فيها اعتدال عن الارتفاعات اللي كنا بنشهدها خلال الايام الماضيه، يمكن احنا من الامس بنشهد انخفاض في درجات الحراره، تعتبر درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 22 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي هنحس بالاجواء الاشبه بالاجواء الشتويه المائله للدفء خلال فتره النهار على اغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، اجواء نقدر نقول دافيه على جنوب الصعيد خلال فترات النهار. فترات الليل بيكون في فرق كبير بين فترة النهار وفترة الليل، فترات الليل هتظل فيها الأجواء باردة خاصة في ساعات بالظبط، خاصة في ساعات الليل. يعني واضح ان انقطع الاتصال مع الدكتورة منار، لكن بنشكر حضرتك يا دكتورة منار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على تفاصيل الطقس النهاردة. تعالوا مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. درجة الحرارة العظمى النهاردة في القاهرة 22 والصغرى 13، وفي العاصمة الإدارية 22-13، في الإسكندرية 20-14، وفي العلمين الجديدة 20-14، في مطروح العظمى 19 والصغرى 14، وفي دمياط 22-14، في بورسعيد العظمى 22 والصغرى 14، وفي الإسماعيلية 23-13. أما في السويس فدرجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13، في العريش 22-13، وفي كاترين درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 4، أما في طابة فدرجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14، في حلايب درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16، وفي شلاتين العظمى 27 والصغرى 17، في شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 15، نفس درجة الحرارة في الغردقة العظمى 25 والصغرى 15.
أما في الفيوم فالعظمى 24 والصغرى 12، بني سويف 24-12، الوادي الجديد 27-12 وأسيوط 24-12، في سوهاج 25-13 وفي قنا 26-15، في الأقصر 27-15 وفي أسوان 27-16. وانتهت دلوقتي نشرتنا الجوية المفصلة، نرجع تاني لبسنت ولي عبد الصمد علشان خاطر نكمل باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا، نشكرك.